صباح الخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بجلسه صباحيه جديده معكم شرف ظهريه من صفحه تكمل العربيه على فيسبوك. اهلا وسهلا فيكم بهيدي الجلسه. بالبدايه مثل ما عم تشوفوا امامكم دي اكس واي، مؤشر الدولار الامريكي اللي كنا عم نشهد هبوط له، وكنا عم نجرب نقوم بتحاليل على الدولار الامريكي كرمال نجرب طبعا نشوف السيناريوهات المفترضه على معظم العملات الرئيسيه. عندي سيناريو اكثر من رائع على اليورو وعلى الباوند، ولكن هذه السيناريوهات عم بتدل على شبه سيناريوهات سلبية. هل يا ترى الدولار الأمريكي ممكن أو بيقدر يرتفع من المنطقة الحالية كانتهاء من ending diagonal، أي موجة خلينا نقول اندفاعية خلفية، أوكي، اللي هي ending diagonal تلقب. هذه الending diagonal احتمال تكون يعني انتهت لسبب واحد، إنه داخلها في بقلبها خمس موجات 1 2 3 4 و5. عادة خمس موجات هبوط لما تجي أو نشهدها بنفق ميل على هبوط وتكون موجة شبه أخيرة. ليش شبه أخيرة؟ لما تكون من وراء اتجاه عام هابط جدا ضخم، ونشوف هذا إذا بدكم النمط اللي هي أندنج دياجونال، أي مثلث ميل على هبوط أو حتى نفق ميل على هبوط، تدل على شبه إشارة إيجابية. هلا نحن بالاول اكيد الهدف طبعا بيكون خط المقاومه، واذا في حال تم اختراقه بنرجع بنشوف او بنرجع بنتوقع ارتفاع لموجات تصحيحيه ما قبل تكمله اتجاه الهابط. لا شك انه الاتجاه العام لا يزال هابط، لذلك ارتفاع الدولار الامريكي من المنطقه الحاليه سوف تدعم تقريبا هبوط العملات الرئيسيه. كنت شفت باستعمال موجات اليوت شوي صغيره بعض التحاليل على اليورو مقابل الدولار، وعم جرب عد خمس موجات ارتفاع اللي بين عندي انه بالفعل انتهينا من خمس موجات صعود. طبعا هذه الموجه رقم ثلاثه الضخمه، يعني هون بيج ويف 3، خمس موجات صعود بتدل هول على انتهاء الموجه رقم ثلاثه الكبيره، اوكي، لانه اوريدي كان عندنا سابقا واحد وهبطنا باثنين، اوكي، قبل ما نبتدي ب 1 2 3 4 5 الموجه رقم ثلاثه، اوكي. فهلا بفرجيكم كيف برجع شوي صغيره بالتاريخ لورا وبفرجيكم وين الواحد اثنين. رح ارجع اعمل اكس، اوكي، اعمل زوم اوت لبرا، اوكي، عم تشوفوا هون، لكن العد الموج اللي قمت فيه انا هون عندي 1 2، اوكي، بيج 1 بيج 2، وهون 1 2 3 4 5، هذه الموجه رقم 3، وهلا نتوقع الموجه رقم 4 لانتهاء الموجه رقم 5. لذلك نعم نتوقع بعد صعود للدولار لليورو مقابل الدولار وضعف شوي صغير للدولار الامريكي. وانا بالوقت الحالي دخلت شوي صغير بتفاصيل الموجه رقم 3، هنالك الريجولر ويف او موجه غير اعتياديه بالنسبه للاي بي سي. انتم بتعرفوا الموجه اي بي سي عاده ما بتسجل قمه جديده، وهذا هو اللي كان شبه مفاجئ الاسبوع الماضي اللي كان شوي صغير استصعبناه بالنسبه ل الكلام جيروم باول اولا، وبالنسبه طبعا للمانيفاكتشرنج بي ام اي. كنا شفنا موجه تصحيحيه اي، حللنا على انه اليورو دولار راح يعمل اي بي سي اب ومن ثم يهبط. الموجه كانت غير اعتياديه الريجولر ويف، ويف بي سجلت قمه جديده، والان نتوقع الهبوط للموجه سي. الموجه سي مثل ما انكم شايفين امامكم على الرسم البياني عم يعني عارض مستوى 117 13 كهدف لهذه الموجه التصحيحيه، ومن مستوى ال 117 13 بتوقع انه تكون خط دعم رئيسي ويمثل بريفيوس لو ويف 4، لذلك نتوقع تكمله اتجاه الصاعد وزياره قمم جديده بالنسبه لليورو مقابل الدولار. ونعم هذه المنطقه نتوقع بعد تراجع وضعف اكثر لليورو من المستويات الحاليه. بالنسبه للباوند بجلسه امس كنا حكينا كمان على خط المقاومه اللي موجود على اطار اسبوعي منذ سنة تقريبا 2005 2004، كنا شفنا هذه القمم التاريخية وقلنا انه هذا الخط الميل على هبوط طبعا عم بيتم استهدافه من قبل الباوند، وعدم اختراق منطقة ال 134 50 134 80 هذه منطقة جدا مهمة بوسيبل نشهد ريتريسمنت او بول باك منها. وبالفعل اذا بنعمل زوم ان شوي لجوا وندخل على اطار يومي او اربع ساعات بتلاحظوا انه من الخط بالضبط ابتدينا نرتد. هلا هنالك مجال اكثر للهبوط بالنسبه للباوند، لانه عاده لما نجي نقول انه ابتدينا بموجه تصحيحيه، الموجه رقم اربعه اي المرحله او قاع المرحله الافقيه هو بكون الهدف تبعنا. هذه المرحله الافقيه اللي هي على الباوند، فبالنسبه لنا قاع هذه المرحله الافقيه اكيد فينا نرسمها بشكل افضل،
لا شك انه فينا نرسم خط دعم بهذا الشكل، يعني خط دعم ساعد اوكي بهذا الشكل اوكي. لكن خط الدعم الرئيسي اللي هو موجود عندي على هذه المنطقه احتمال يتم استهدافه من قبل الباوند مقابل تكمله اتجاه الصاعد، يعني مستوى ال 111.17 لليورو دولار اللي كنا حكينا عليها بوسيبل تكون مستوى ال 131 40 للباوند مقابل تكمله اتجاه الصاعد. فانتبهوا من بدايه موجه الصحيه، انتبهوا من خلينا نقول يعني ما فينا نقول موجه الصحيه على انه اكثر باي ذا ديبس، او خلينا نقول يعني ارتداد بسيط لتكمله اتجاه الصاعد. بتقول لي جوزيف كيف عندك هبوط 200 نقطه او 300 نقطه وبتقول لي ارتداد بسيط؟ الترند الصاعد اللي مسكه او اللي اخذه الباوند دولار معه من 18 مارس سنة 2020 اللي هو مستوى أوقاع ال 114 وصولا إلى مستوى ال 134 2000 نقطة ارتفاع، 200 نقطة ما رح تقدم متأخر لتكمل اتجاه الصاعد. يعني إذا بنلاحظ رسمت الهبوط ما رح يشوه الرسم البياني أو الاتجاه العام الصاعد، وإنما فقط بتكون سمول ديب لتكمل اتجاه الصاعد. هون شفنا ديبس أكبر شوي صغيرة سابقا بالنسبة للباوند، لذلك طبعا تراجع 100 أو 200 نقطة للباوند دولار طبعا جدا طبيعية لتكملة اتجاه الصاعد، وبالعكس بتكون صحية أكثر وهلتي أكثر للاتجاه الصاعد. كثير من الأشخاص معنا هون كانوا معي بجلسة أمس وبيتذكروا كثير منيح أنه تكلمت على الدولار مقابل الكندي، صح ولا لا؟ وقلت لكم الدولار مقابل الكندي على إطار أسبوعي يا جماعة، إذا بتتذكروا رسمنا خط مقاومة بهذا الشكل، صح ولا لا؟ وقلنا خط المقاومة على إطار يومي احتمال نرجع نشوف إعادة امتحان أي ريتست لإله، صح ولا لا؟ وقلت لكم كتير منيح إنه عندي هبوط بشكل إذا بدكم فولينج ويدج على إطار يومي كمان، وهذا الفولينج ويدج ممكن يستهدف أقله 100 نقطة ارتفاع اللي هي مستوى ال 130 70 و 131. وبالضبط بجلسة أمس يعني من ورا ما أنهينا الجلسة تقريبا كم ساعة لقدام دخول الأسواق الأمريكية ارتد الأسترالي من آخر قاعة له بحدود 100 نقطة، كان عم يتداول على مستوى 129 70 129 80، لذلك الارتداد كان مقري وكان أكثر من رائع. شو السيناريو المفترض القادم؟ احتمال بعد نكفي يعني ديبر بالكوركتيف سايكل بالكوركتيف ويف، لذلك طبعا ممكن نستهدف خط المقاومة اللي موجود عندي على مستوى ال 131 40، وطبعا نرجع نكفي اتجاه الهابط. الترند بعده هبوط بالنسبة للدولار مقابل الكندي مثل دي اكس واي اي مؤشر الدولار الامريكي، وانا ما ارتداد بسيط يعني بتكون بعض الاحيان فرصة لتعزيز صفقات البيع. بالنسبة للفيوتشرز حابب كن شوي صغير اتكلم على مؤشر الفيكس اي فولاتيليتي اندكس. عادة مؤشر الفيكس اي مؤشر التقلبات ومؤشر المخاطر له علاقة ايجابية مع سعر اونصة الذهب، يعني عادة سعر اونصة الذهب اذا في حال كان عندي تقلبات ومؤشر الخوف عم يرتفع هنالك طلب اكثر على سعر اونصة الذهب، هبوط وتراجع له طبعا بكون عندي تراجع للذهب. بالنسبة لي إذا بدخل شوي صغير على إطارات أصغر بنلاحظ إنه كمان المؤشر الفيكس دخل ضمن مرحلة شبه أفقية ولكن مايلة على ارتفاع، لذلك المرحلة التصحية أو المرحلة الأفقية والتذبذب الأفقي اللي دخل فيها مؤشر الخوف ومن الواضح هلا إنه مايل على هبوط ونتوقع استهداف خط الدعم القاع، بدل على إشارة إنه ممكن يكون عندي موجة تصحية للذهب ما قبل تكملة اتجاه الصاعد، وهذه الموجة التصحية كنت قلت لكم ألف مرة وبرجع بعيدة وبرجع بكرر لا يمكن تحديد شكلها، كنا قلنا أنه ممكن مثلث، كنا قلنا أنه ممكن A و B و C، كنا عم نتكلم على عدة سيناريوهات مفترضة، ولكن اللي بقدر لكم إياه أنه يعني إذا بدي أدخل شوي صغيرة بتفاصيل السوق كنا شهدنا هبوط وتراجع بشكل خمس موجات، هذه الخمس موجات بتدل على احتمال ويف A أو الموجة رقم واحد و A B و C. اللي صار عندي انه استهدفنا مستوى 80% و 76.4% في بوناتشي، اكيد هيدا خط فاصل، اكيد هيدي نقطة بتدل على انه يا اما بدنا نحترم خمس موجات هبوط وثلاث موجات تصحية وتكملة اتجاه الهابط، يا اما اذا في حال تم اختراق هذه المنطقة فورا بدنا نبلش نعزز صفقات الشراء لبداية موجة امتدادية اكستندد ويف اب. هلا اللي صار عندي انه افتتح شمعة شهرية جديدة وشمعة شهرية جديدة دفعت شوي صغيرة سعر أونصة الذهب بالارتفاع، ولكن هلأ عم نرجع نشوفها عم تقلب على اللون الأحمر. إذا في حال بدنا يكون عندنا Deep Corrective Cycle أي موجة تصحية عميقة
لما نيجي نتكلم على موجة تصحية عميقة، لا يمكن للشمعة الشهرية أن ترتد أكثر من تقريبا 38% موجة تصحية، يعني قمة هذه الشمعة، يعني أعلى مستويات تم تسجيلها من قبل سعر أونصة الذهب اللي هو مستوى 1992 بالضبط، رح تكون قمة هذا الشهر. لذلك هنالك احتمال، او هنالك اذا بدكم افضليه، انك انت كمضارب اذا في حال بدك تجرب تعزز صفقات البيع، احتمال تدخل من المنطقه الحاليه فرصه ممتازه مع وقف خساره فوق مستوى ال 1992 اللي هي ال 80% 80% في بوناتشي، ونتوقع ديبر كوركتيف ويف او موجه عميقه اكثر. لذلك ال 1992 بدك تاخذها بعين الاعتبار وبدك تحترمها، ومش بس بدك تحترمها، هنالك فرصه كثير كبيره انه تكون هيدي القمه او ال 1992 قمه هذا الشهر كله، يعني شهر 9 اعلى قمه يتم تسجيله من قبل سعر اونصه الذهب وال 1992. لذلك انت عليك تعمله انك تصغر عدد العقود، اذا بتدخل بعقد كامل جرب تدخل بنصف عقد، اذا نصف عقد جرب تدخل ب 0.2، صغر عدد العقود، اتحمل هذا المجال اللي هو 30 دولار تقريبا وقف خساره، واترك الذهب ياخذ مجريه واتركه تقريبا يشتغل بالطريقه اللي بده اياها، لانه على الارجح ابتدى موجة اندفاعية. كنا كمان عم نشوف من القمة 5 موجات، لذلك هلأ 3 موجات تصحية ABC لإعادة امتحان مستوى 1974 1974 1975 أو 1976 إذا بتتذكروا ال 76 كم مرة، بتتذكروا ال 76 إنه سجلنا عليها دبل توب قمة مزدوجة هون، شو رأيكم يرجع يعيد امتحانها ال 76 ويهبط منها؟ أوكي، فإعادة امتحان 1976 رح تكون فرصة أكثر من رائعة لتعزيز صفقات البيع ولبداية موجة هبوط. أكيد فيك تبيع من المستويات الحالية، وإذا أنت بتحب أنك تقتنص فرص أو نقاط دخول أفضل، أكيد فيك تعرض سلمة أوردرز أمر معلق بالبيع على 1976. وبنفس الوقت بكون عندي تقريبا إعادة امتحان أو ريتريسمنت لهذا خط الدعم الموجود عندي هون، يعني اعاده امتحان 1976 بكون عندي هون، كان عندي خط دعم رئيسي تم اختراقه، اعاده امتحانه على 1976 وتكمله اتجاه الهابط بكون اكثر من رائع. تمام، هيدا بالنسبه لسعر اونصه الذهب. بالنسبة للباوند مقابل الين بعده عم بيتألق، بعده عم بيسجل 3 موجات هبوط. لما تيجي تشوف هبوط بهذا الشكل، هيدي نقطة كتير مهمة بحب اشرحها. ضمن هيكلية الهبوط والكوركتيف سايكلز والموجات التصحية، لما تيجي تشوف هبوط بهذا الشكل اي ودخل بمرحلة شبه افقية بهذا الشكل، وتشوف مرحلة ثالثة او هبوط ثالث، وفورا ترجع تشوف اعادة ريتست او في شيب ريكفري، يعني شمعة ارتفاع فورا، اوكي، هون بتعرف انه الهبوط كان على شكل 3 موجات. انما الموجة الاندفاعية ما بتكون بهذا الشكل، بتكون بشكل ABC up ومن ثم موجة اندفاعية جديدة. لذلك لما تيجي تشوف انت هذا النمط مثل ما عم بتشوف على الباوند مقابل الين، بدك تعرف ايها المضارب انه الهبوط هو هبوط تصحيحي، انه هيدي اتس ان ABC كوركتيف سايكل لتكملة اتجاه الصاعد. لذلك الباوند مقابل الين ما رح ندخل بصفقات بيع، وبعدنا متمسكين بالسيناريو الايجابي والاطار الايجابي لاستهداف ال 143 وال 144. اوكي، وانما لما تيجي تشوف انت موجه اندفاعيه، كيف يعني موجه اندفاعيه؟ بتشوف موجه هبوط، الارتفاع بيكون شوي اقوى او شوي حاد اكثر، وموجه اندفاعيه جديده، وانما السيناريو الحالي عم نشوفه على الباوند مقابل الين بهذا الشكل. هنالك يعني اختلاف طبعا، او يعني سيناريو مختلف تماما بالنسبه لرقم 1 ورقم 2، هذه الهيكليات. لذلك انك انت تعرف تحدد إذا الموجة اندفاعية ولا تصحية، كمان هذا موضوع جدا جدا مهم. كمان يعني موضوع على طول بتكلم عليه، إنه الموجة رقم واحد، الموجة رقم واحد بدكم تعرفوا شغلة، إنه لما يكون عندي قمة معينة السوق بده يهرب منها، بده يبتدي إشارة انعكاسية واتجاه معاكس، بكون عندي ارتفاع معين للسوق، أوكي؟ الموجة رقم واحد بتكون بهذا الشكل، 1 2 و 3 4 5، تمام؟ فالموجة رقم واحد بتكون هبوط، وانما الموجة التصحية اذا بدها تبتدي بكون عندي اتجاه عام صاعد، اوكي، بنبتدي نشوف هذا الشكل. هذا الشكل هو تصحيحي، رقم واحد هو اندفاعي، رقم واحد هو اندفاعي، رقم اثنين هو تصحيحي. شو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم انه هذه نقطة القمة هرب منها السوق، ابتعد عنا فورا بحدود ال 50 او 60 او 100 نقطة.
لما تشوف إشارة انعكاسية يعني السوق عم يهرب من هذه المنطقة، بده يبتدي إشارة انعكاسية وموجة اندفاعية. وأنا لما تشوف الموجة رقم 2 دخول بشبه مرحلة أفقية، رح أعطيكم مثل حي، الباوند مقابل الين لما وصل إلى هذه القمة اللي رح ضويها باللون الأصفر، رح ضويها باللون الأصفر، لما وصل إلى هذه القمة كان السوق عم بيرتفع صح، ولكن الهبوط ما كان بهذا الشكل وإنما كان بهذا الشكل. أوكي، فبالنسبة لي لما ندخل بشبه إذا بدكم مرحلة تصحية أو هبوط أو إشارة انعكاسية ولكن ميلة بشكل أفقي وإنما منا اندفاعية بالاتجاه الهابط، هذا يدل على أنه دخوله بمرحلة أو موجة تصحيحية لتكملة اتجاه الصاعد. إن شاء الله تكون واضحة الفكرة، لكن اللي عم جرب أوصلكم هي أنه هيكلية أو شكل الهبوط دغري بنقدر نحدد تقريبا إذا في حال عندي إشارة انعكاسية ولا لا. تمام. بالنسبة لمؤشرات أو إذا بدي استعمل شوية أوسيليترز أي إنديكيتورز الموجودة على منصة التداول، لا شك إنه الـ MACD طبعاً بالوقت الحالي منه شغال، لكل الأشخاص اللي بيتداولوا على الـ MACD منه شغال، لأنه الـ MACD ودخوله بمراحل أفقية شوي صغيرة بتخرب الرسم البياني والإطار الزمني. عم بتلاحظ انه حتى الـ MACD فيها تدخل بتقلبات غير منتظمة، يعني لو حتى المؤشرات اللي انت بتستعملهم على منصة التداول بعض الاحيان كنت تاخد منهم اشارات واضحة، رح تشوف تذبذبات غير واضحة، لذلك انك انت ترفع اطار زمني يومي او اسبوعي لتقدر تاخد بعض الاشارات هون شوي صغيرة بتكون عم بتساعد حالك وعم جرب تاخد اشارات شوي جدية اكثر من قبل الاوسييتورز او المؤشرات. بالنسبة للمؤشرات الأمريكية كمان تتذكروا أكيد كنتوا معي بجلسة أمس وأكيد تذكرتوا مستوى 28300 اللي خبرتكم عنه يا شباب، ذكرتوا 28300 اللي قلت لكم ما راح يتم اختراقه، تم استهدافه بالضبط وارتفع منه السوق. يعني طب كيف يا جوزيف انت قدرت تطلع رقم 28300 وتسيبه بالضبط لنقدر نشتري منه الداو جونز؟ لما تيجي انت تشوف موجة اندفاعية وموجة صعود، رح فرجيكم كيف لما تيجي تشوف انت موجة صعود بهذا الشكل. alright شوف 28300 مين كان معي، بس في اكد لي مين كان معي بجلسة امس وجلسة اللي قبلها واللي قبلها، كنت عم بحكي على موجة تصحية ل 28300 وتكملة اتجاه الصاعد وصبناها بالضبط. لما تيجي تشوف انت موجة تصحية اذا بتتذكروا هون A و B و C، وكمان صبنا 27500 اذا بتتذكروا، 27500 قديش حكيت عنها وقلنا هي فرصة للشراء اكتر من رائعة، صبناه بالضبط، استعملنا هون في بوناتش اكسبانشن من اخر قمة لاخر قاع للقمة على اليمين، طلع لي هدف ال 27500 وبالضبط استهدفني، رجعنا انطلقنا موجة اندفاعية رقم 1 رقم 2 رقم 3 رقم 4 ورقم 5. من ورا ما تشوف موجة اندفاعية ونجي نتكلم على ارتفاع حاد للمؤشرات الأمريكية ونجي نقول الاتجاه العام الصاعد الزخم والمومنتم اللي موجود فيه جدا ضخم، المرحلة أو الموجة التصحية بتكون فقط لمستوى 38.2% في بوناتشي بالضبط. ليش؟ عادة المرحلة التصحية نحن بنتوقع تصحيح لمستوى 50% أو لل 61% أو حتى لل 70%، ولكن لما يكون في عندي اتجاه عام صاعد ضخم ومرحلة إذا بدكم إيجابية وزخم الارتفاع مسيطر عليه فريق الثيران وعم بيرتفع السوق بموجات اندفاعية بشكل 5 موجات، يعني المرحلة التصحية رح تكون بسيطة، يعني اي بي سي رح تكون فقط 38% ورح نكفي اتجاه الصاعد. وبالفعل ال 27500 صبناها بالضبط من ورا في بوناتشي اكسبانشن اذا بتتذكروا، ورح اذكركم ضغطنا على انسرت في بوناتشي اكسبانشن قلنا من اخر قمه لاخر قاع للقمه على اليمين اذا بتتذكروا، واستهدفنا مستوى ال 100% في بوناتشي اكسبانشن الازرق صح ولا لا؟ هذا مستوى ال 100% بتتذكروه؟ فباستعمال في بوناتشي اكسبانشن اي بي سي استهدفنا هذا القاع ال 27500، دخلنا شراء، رجعنا شفنا 5 موجات ارتفاع 1 2 3 4 و5، توقعنا 3 موجات تصحية 38%، كمان رجعنا دخلنا شراء من هون كمان. هلا نحن يعني اذا في حال عم نتداول باستعمال في بوناتشي وموجة اليوت على الداو جونز في الكون واو، يعني اكثر من رائع انه هلا
مش راح اقول لك انه انا بطل وعلى طول نقدر نشوف هيك سيناريوهات مفترضه، لا اكيد لا. وضوح هذا السيناريو مش على طول موجود باسواق الماليه، وانما لما يكون موجود لازم نستفيد منه. تمام، هيدا بالنسبه للداو جونز، لانه بالفعل جدا 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 واضح كان السيناريو من هذا القاع الى هذا القاع عن جديد، وارتفاعه بشكل 5 موجات. واكيد رجعوا بجلسه امس وجلسه اللي قبلها وجلسه اللي قبلها وشوفوا شو حكينا، شو حكيت عن الداو جونز، وشوفوا انه بالضبط عم نستهدف القاعان بالضبط، نقاط دخولنا 100%. جولدن تريد، فرص ذهبيه. واو، اوكي. الداكس كمان نفس الموضوع، الداكس كان في حدا سالنا عليه بجلسه امس، شوقي رح ندخل على الاسترالي، طول بالك شوي زميلي. الداكس كمان في حدا سالني عليه وقلت له يا جماعه هذه موجه تصحيه، ما 5 موجات ارتفاع، اي بي وسي 3 موجات تصحيه، ونتوقع تكمله اتجاه الصاعد، وما حدا يراهن بهبوط او على هبوط المؤشرات الامريكيه والالمانيه والفرنسويه والايطاليه واليابانيه والاستراليه، جميع المؤشرات معظم الاوقات بيشتغلوا بنفس الاتجاه، معظم الاوقات، مش رح اقول لك يعني كل الاوقات اوكي او على طول، ولكن بالنسبه لنا لما يكون في عندي اخبار معينه على دوله معينه على بلد معين ممكن نشوف شوي صغير شفت بالنسبه للمؤشرات تبعها، اشاره سلبيه على بيان سلبي على الاسترالي، بنشوف هبوط شوي للمؤشرات الاستراليه، هذا الشيء ما راح ياثر على الداو جونز والمؤشرات الامريكيه، ولكن بحال انه ما عندي اي خبر على اي دوله هنالك بوزيتيف كورليشن بين اول ذا اندسز. صباح الخير محمد، انت الزعيم يا محمد. يوسف، يورو نيوزيلندي رح نمر عليه شوقي. استرالي دولار، استرالي مع العملات الرئيسيه الاسترالي، واكسبكت كمان الاسترالي يكون انتهينا من الاكسباندينج تراينجل او من الاكسباندينج تراينجل اللي موجود هون، الموج رقم 4 والموج رقم 5، 5 ويفز اب واكسبكت 3 ويفز داون. 3 ويفز داون احتمال، رح اعطيك اهداف شوقي، رح اعطيك اهداف. اول شيء بالنسبة لفيبوناتشي من هذا القاع لهيدي القمة، عندك أول هدف ممكن يستهدف الأسترالي هو ترسم خط مقاوم بهذا الشكل ويرجع يعيد امتحانه على مستوى 0.73.20، هيدي أول نقطة دعم. إذا في حال تم اختراقها رح نمتد أكثر لمستوى 61.8% اللي هو 0.72.40 0.72.40. إذا تم اختراقها ممكن نرجع نستهدف آخر قاع اللي هو خط الدعم الرئيسي اللي موجود عندي هون 0.71.66 0.7166، ومن تحت نرجع ننطلق، ولكن السيناريو إجابة على المدى الوسط للطويل. تمام، وإنما بالنسبة للموجة التصحية مع الهدف اللي كنا حكينا عليه على اليورو اللي ممكن يستهدف مستوى 117.11، يعني هبوط 150 نقطة لليورو، بدنا نشوف الأسترالي رح يهدي بالمنطقة فوق لانه اتس هاي يلد كارنسي، او كمان رح يستغل الفرصة انه العملات الرئيسية عم بيهبطوا ويبتدي بهذه الموجة التصحية ليصحح نفسه شوي ويرتاح شوي قبل ما يكفي اتجاه الصاعد. عادة الاسترالي ما بيهبط قد العملات الرئيسية الاخرى، وهذا موضوع كلنا بنعرفه لانه اتس هاي يلد كارنسي بتقدم مردود اكثر من غيرها بالنسبة للبنوك المركزية، بالنسبة للديبوزيت ريتس والانترست ريتس، الفوائد باستراليا بعد اعلى من امريكا، بعد اعلى من اوروبا، لذلك طبعا اتس هاي يلد كارنسي. هلا لا شك انه سابقا لما كان الدولار الامريكي، وهذا موضوع بس شباب معلش يعني بتحضروا هذه الجلسات انتم معي بشكل يومي، ولكن اللي ما بيفهم بالاقتصاد ما راح يقدر يلاقي السوق سهل، يعني نحن عم نجرب قدر المستطاع ان نحلل ومنفكر بألف شغلة وبألف بيان وبألف رقم وبرضه عم نلاقيه صعب، كيف يعني للواحد يدخل بشكل عشوائي او هو اعمى وجرب يتداول بالسوق؟ ما في امل لاله، ما في امل، يعني انت خسران خسران. الهاي الكارنسي هذه شغلة كتير مهمة، اوكي؟ اذا بدي اشرح لكم اياها بس بدقيقة بسيطة، خذوا هذه المعلومات. قديما لما كان الاسترالي والنيوزيلندي قدموا 4.5%، اليورو والدولار والباوند البريطاني يقدموا 1.5% و2% فقط كحد اقصى بالنسبه للانترست ريتس، اي الفوائد بالبنوك كوميرشال بانكس. هون كان عندنا الاسترالي ونيوزيلندي هاي يلد كارنسي، ولكن الفجوه الجاب بيناتهم كتير ضخم. لما ابتدوا
بالنسبه لبام برنانكي لما دخل ورجع استلمت جانيت يالين، بلش يتبعوا سياسات نقديه بامريكا يرفعوا الفوائد والانترست ريتس كرمال ليغروا المستثمرين، يودعوا فلوس بالبنوك المركزيه الامريكيه. هون ابتدى الدولار الامريكي يصير هاي الكرنسي كمان. لذلك العلاقه العكسيه والايجابيه او الترابط بين العملات الرئيسيه تغيرت. هون ابتدت تتغير. لما انت كنت تجي تقول لي يا جوزيف والله انا كنت اشتري يورو، اكيد اذا شاري يورو يعني الاسترالي بده يطلع معه، اكيد اذا شاري استرالي الباوند بده يطلع معه، اكيد اذا شاري عملات رئيسيه الذهب بده يطلع معهم والدولار بده يلعب. اكيد كانت هيك، مزبوط 100% كانت هيك. العلاقات الايجابيه والعكسيه كانت تشتغل كل العملات الرئيسيه مع بعضها البعض ضد العملات اللي تتضمن الدولار الامريكي، والذهب كمان بيلحق اليورو والباوند والعملات الرئيسيه. هيك بتذكر من 10 سنوات. وانما لما ابتدى الدولار الامريكي يرفعوا السياسه النقديه يرفعوا الانترست ريت، صار الدولار الامريكي هاي الكرنسي، صار في عندي طلب كمان على الدولار الامريكي، اصبحت الترابط والعلاقات الايجابيه والسلبيه تتخربط شوي شوي. يعني لما العالم تخرج كانت من سوق الاسهم بدل ما تدخل بالعملات بالاسترالي وتخرج من الدولار الامريكي، صار معظم المستثمرين او شيء او قسم منهم يدخلوا على الدولار الامريكي وقسم منهم يدخلوا على الاسترالي. لذلك كنا عم نشوف ارتفاع للدولار الامريكي وللاسترالي بنفس الوقت، وهذا الشيء الغريب اللي غير معالم الفوركس والاسواق الماليه. وهون ابتدت العالم ما تستوعب شو عم بيصير. انا كيف بدي ادخل بصفقات بيع على اليورو وشراء على الاسترالي؟ اي نعم، هلا بالوقت الحالي فيك تدخل بيع على عمله معينه وشراء على عمله اخرى، وكنا شفنا الاسبوع الماضي واللي قبله واللي قبله بعض الاحيان الباوند بيرتفع، اليورو بيكون بعده مكانه او حتى عم بيتراجع شوي او العكس صحيح. هلا بالنسبه لنا رجعوا السياسات النقديه والهيكليات والهندسيات الماليه، هندسه الماليه، ابتدوا يخفضوا اسعار الفائده في الولايات المتحده كمان. كنا شفنا تقريبا نير زيرو، هلا 0.5 بيسس بوينت بالولايات المتحده. لذلك عم نرجع شبه نشوف ترابط وإشارة عكسية بين الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية. تراجع للدولار الأمريكي يعني هبوط للدولار الكندي، يعني ارتفاع للأسترالي، يعني ارتفاع للباوند، يعني ارتفاع لليورو. ابتدينا نرجع نتذكر ونشوف الإشارات اللي كنا نشتغل فيهم سابقا. لذلك بدك تربط حركة السوق بالاقتصاد، وانت ملزم انك تشوف يعني اذا بدكم الهندسات الماليه او البوليسيز او المونيتري بوليسيز والايزنجز والكوانتيتيف ايزنجز وكل هالامور شو عم باثروا على السوق. فلسفنا كثير يا شباب اليوم بهيدي الجلسه. ما لازم طول عليكم بقى، بتمنى لكم نهار مثمر. يورو نيوزيلندي ما مرين علي يا يوسف، يورو نيوزيلندي شو عم بيعمل؟ واو، ليش اليورو نيوزيلندي عم يهبط؟ حدا بيعرف ليش؟ هلا بعدني شارحها للفكرة. لما يكون عندك ارتفاع للعملات الرئيسية يا جماعة الخير، عندك اليورو وعندك النيوزيلندي، صح ولا لا؟ لما يكون عندك ارتفاع للعملات الرئيسية لأن الأسترالي والنيوزيلندي هاي يلد كارنسيز، شو يعني؟ رح يصير في عندك طلب على النيوزيلندي أكثر من اليورو لأنه بقدموا فوائد أكثر من غيرهم، صح ولا لا؟ يعني النيوزيلندي رح يرتفع بالصعود اكثر من اليورو، لذلك اليورو رح يضعف امام النيوزيلندي. مش هيك عم نشوف تراجع لليورو النيوزيلندي؟ لما يكون عندك اتجاه عام هابط للعملات الرئيسيه كلها، اشتري يورو نيوزيلندي لانه النيوزيلندي رح يضعف اقل من اليورو. بغض النظر بالوقت الحالي ارتفاع، بالوقت الحالي ارتفاع للعملات الرئيسية، يعني الطلب على النيوزيلندي والاسترالي اكثر من اليورو. ما بحق لك تشتري يورو نيوزيلندي، اكيد بيع اليورو نيوزيلندي والباوند نيوزيلندي والباوند استرالي واليورو استرالي. ما الباوند استرالي واليورو واليورو استرالي هول بيلحقوا الريسك سنتمنت. لما يكون في عندك ريسك سنتمنت اون او اوف، الريسك بيكون اون او اوف. لما يكون عندك ريسك سنتمنت اون يعني المخاطر مرتفعه، المخاطر مرتفعه يعني الاشخاص او المستثمرين بده يلجؤوا الى مكان امن. لما يلجؤوا الى مكان امن يعني بيلتجوا الى سعر اونصه الذهب، بيلتجوا شوي صغير الى الاسترالي لياخذوا فوائد من البنوك المركزيه. ريسك سنتمنت اون يعني المؤشرات الامريكيه عم ترتفع، يعني اليورو استرالي والباوند استرالي عم يهبطوا. اخ يا رجل مروان الكندي تكرم عينك محمد.
صباح الخير. شكرا يا حبيبي، حياك الله. اوكي، الدولار كندي، الكندي حكينا عنه مروان. الكندي حكيت على انه possible retracement وإعادة امتحان التوب اوف previous wave 4 صغيرة، اوكي، اللي هي تقريبا ممكن تسيب ال 131 40 131 40. الترند بعده داون، اوكي، ما في شك، ولكن ريتريسمنت، بس الريتريسمنت لاقول لك كيف عم بخدها. الريتريسمنت عم بخدها انه السوق اخترق منطقة جدا مهمة اللي هي هون، خط مقاومة رئيسي كان موجود عندي من نوفمبر 2014، اوكي، كسره، بده يرتد عليه ويكفي الهبوط. اذا بده يرتد على هذا الخط والخط الدعم اصبح مقاومه، يعني رح نرجع نشوف ارتفاع لل 131 40 46 131 46 للدولار مقابل الكندي، وهيدي نقطه جدا مهمه، اكيد رح نشوف منها ريتريسمنت وهبوط اكيد. محمد والله يعني كلامك صحيح، مكاني مش بلبنان، بس شوي صعب هلا الواحد انه يترك بلده، الهجرة مش سهلة يا محمد، بس معليش، الحمد لله في عندي عالم مثل حضرتكم عم بتقيم الخبرة والافكار اللي عم نحكيها، فانا اكثر من سعيد. كنديان مروان، مش كندي، كاديان، اول رايت، كاد جي بي واي. شو هالزوج البشع يا رجل، ليش بدك تتداول عليه؟ ما فهمت ليش ممكن تفكر تدخل بكنديان بزوج هبط بال 2008 بموجه اندفاعيه، من ال 2008 لليوم ما في عنده اتجاه، ما في عنده ترند، ليش ممكن تدخل بهيك زوج؟ طيب، هيدي منطقه مهمه اكيد عم يرجع يسجلها ريتاس. الدولار الكندي بدك تعرف شغله، يو اس دي كاد ويو اس دي جي بي واي. الدولار الكندي بالوقت الحالي عم يصحح شوي صغيره ونتوقع تكمله اتجاه الهابط. الدولار مقابل الين عم بيرتفع ونتوقع تكمله اتجاه الصاعد، وحللناهم وفوتوا شوفوا، اصلا الدولار ين ما عم بينزل، نزل شوي من وراء استقاله رئيس الوزراء وكفى صعود، وانتم عارفين ان احنا شايفينه صعود لل 127. الدولار الكندي كفى هبوط وهلا الان في مرحله الصحيه، يعني على المدى الطويل نتوقع ضعف الدولار وارتفاع الكندي، ونتوقع هون ضعف الدولار وارتفاع الين، وانما ارتفاع الين وارتفاع الكندي مين اسرع؟ هون السؤال على جميع، عفوا دقيقه شوي دقيقه شوي، نتوقع ارتفاع الدولار يا شباب، نتوقع ارتفاع الدولار هون، هبوط الدولار ارتفاع الكندي، هون ارتفاع الدولار هبوط الين، هبوط الين، يعني ارتفاع الكندي هبوط الين، يعني باي كاديان شراء كاديان، صح ولا لا؟ نرجع نعيد الفكرة، الدولار الكندي نتوقع ارتفاع شوي ومن ثم هبوط، يعني هبوط الدولار مقابل ارتفاع الكندي، هبوط دولار ارتفاع كندي. الدولار مقابل الين عم بيرتفع وبعده عم بيرتفع، يعني هبوط الدولار، يعني ارتفاع الدولار هبوط الين، يعني الكندي لحاله رح يرتفع والين لحاله رح يهبط، يعني الكندي ين صعود. اوكي، عندي خط مقاومة هون ممكن يستهدفها على مستوى 82 20، صح؟ هلا هذا اطار اسبوعي 82 20، اوكي، وعلى اطار يومي كمان كان عندي نمط احتوائي، ولكن على الارجح رح يتم اختراقه لانه اتس في شيب ريكفري، اتس في شيب ريكفري يا شباب، بي بوب، اوكي، في شيب ريكفري، عندي نمط احتوائي كان، ولكن هذا حرف الفي بوم، اوكي. بالنسبه لي الكاد مقابل الين شراء، هلا احتمال لانه الدولار كندا عم يصحح نفسه يا مروان، لانه الدولار كندا عم يصحح نفسه شوي صعود، احتمال الكاد يعني يدخل شوي صغيره بمرحله افقيه هون قبل الارتفاع، اوكي، ان شاء الله تكون واضحه، يعني مش ارتفاع هلا من المستوى الحالي، احتمال شوي يطول قبل ما يبتدي بموجه الصعود، لانه الدولار كندا عم يرتفع شوي وعم يصحح حاله. اوكي بركال، بدك تكرم عينك، تكرم عينك. بالنسبة لجيرمان 30 او داكس 30 كنا حكينا عنه، اتس ان امبالسيف ويف، موجة اندفاعية، تكملة اتجاه الصاعد، موجة الصحية صعود، موجة الصحية صعود، موجة الصحية صعود، بعدنا ضمن الترند الصاعد، باي ذا ديبس، باي ذا ديبس يا شباب، المؤشرات الامريكية والالمانية صعود، بعد عنا، بعد عندي للفولينج للرايزنج ويدج، اذا بده يستهدف عنده اقله 13600 13700 يا شباب.
أشرف بعدك معنا بهيدي الجلسة؟ أشرف 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 موجود ولا لا؟ شيفو اليو اس تاك كان سألني عليه أشرف، وكنا حكينا أنا وياه سابقا على اليو اس تاك إذا بتتذكر، كان عم بيشتغل على 12000، قلت لك عنده 12500 أقله، ارتفع 500 نقطة اليو اس تاك. لو فك الهج، لو فك الهج وترك صفقات الشراء كان خلص حسابه. بعض الأحيان إنك تاخذ قرار، إنك تاخذ قرار تفك الهج وتتمسك بالصفقات الثانية اللي عملت لها هج. أشرف لو فك اليو اس تاك صديقك على 12000، 12440 هلا 400 نقطة ارتفاع، لما تكون داخل بهاج انت شراء وبيع، والخسارة لصفقات البيع اكثر بكثير من صفقات الشراء. عادة انت بتفكر انه بدي اترك صفقات البيع، ليه؟ لانه فيها خسارة اكبر، ولكن بعض الاحيان اذا بتقوي قلبك وبتغلق صفقات البيع على خسارة كبيرة كبيرة وبتترك الشراء بتعود الحساب كله يا اشرف. فبعض الاحيان الجرأة لهذا السوق لازم تكون موجودة، تتطلب الجرأة. جولد داون تو وير 1900 1976، بنرجع بنشوف اذا بنبيع الذهب وبنعزز صفقات البيع لزيارة مستويات 1860 1870، تراينجلر فورم اي بي سي. مش عارف هدف يا همام استاذ غراوي، مش عارف الهدف. كثير طولت عليكم بهيدي الجلسة، بتمنى لكم نهار مثمر واكثر من رائع للجميع. كان معكم جوزيف ظهرية من شركة تكمل، الى اللقاء.